انفردت إلى بعيد يا سيدي جنرال. نعم، بعيداً، بعيداً جداً يا بولي. هل زرت بفكرك باريس الآن؟ إنك تقرأين أفكاري يا بولين. نعم، لقد زرت باريس، ولكني عدت بسرعة إليك يا بولين. أخيرا يا جوزيفين، أخيرا عاد الحب بيننا. أنت الآن بين ذراعي ولن تخرجي منهما. لا تكن طماعا يا براف، أنت تعرف أنني فراشة ألتقط الرحيق من كل بستان زهرة. جوزيفين، ماذا يضحكك؟ يا لها من قسمة عادلة. نابليون الآن يسعد بالحرب وأنا أنعم بالحب. جوزيفين، لماذا تدخليه بيننا الآن؟ أتغار منه يا براس؟ كلانا يغار من الآخر. أنا أغار من نجمه الساطع في السماء العسكرية، وهو يغار مني من حبنا القديم المتجدد. أتدري يا براس أنني أحيانا أحس بإحساس غريب؟ ما هو يا جوزيفين؟ أحس أحيانا أني أحترمك وأحتقرك. لا تغضب، فأنا أيضا أحيانا أحس باحتقاري لنفسي، وهذا ما أحس به الآن. براس، انتهى لقاؤنا الآن، أخرج. جوزيفين حبيبتي، أنا، نحن يا حبيبتي لم نكد. قلت لك أخرج. ماذا تقولين يا جوزيفين؟ قلت لك أخرج. كنت على حق عندما رفضت عضوية هذا الديوان. يا شيخ سادات، لو رفضنا جميعا عضوية الديوان لاعتبره بونابرت موقفا عدائيا منا لا تحمد نتيجته. وهل تقبلون أن تكونوا واجهة يحركها بونابرت كما يشاء وينطقها بما يشاء؟ أنت على حق يا شيخ السادات، لكن نحن الآن محتلون، اعترفنا بهذا أم لم نعترف؟ فخير لنا أن نتواجد في الديوان حتى نخفف من حدة البلاء، ما دام الله قد قضى بأن يقع البلاء. يا جماعة، سري عسكر باشا هذا رجل متزن. كل الحكام عندك متزنون يا شيخ مهدي، بدءا من شيخ البلد الهارب حتى شيخ البلد الفرنساوي الحالي. يا شيخ سادات، يا شيخ سادات، الحيطان لها آذان. أنا ذاهب لأطمئن على الشيخ القوسني، فالرجل منذ اختطاف ابنته وهو في حالة يرثى لها. إنه يجوب الشوارع والحواري، يخطب في الناس، يؤلبهم، يحرضهم على الثورة والتمرد.
قد أينعت رأسه وحان قطافها. هل ستقتله إذن يا أستاذي؟ أنا؟ لا، غيري يقتل. رستم أغا يدبر فقط، وغيري هو الذي ينفذ. هات الورق والمحبرة. اكتب. فلا بد أن أثبت ولائي للسادة الجدد حتى تزداد ثقتهم بي ويتضاعف إحساسهم بالحاجة إلى خدماتي. اكتب. من كبير البصاصين رستم أغا خادمكم المخلص. المخلص. إلى حامي حمى الديار. الديار. ومخلص الناس من الأشرار. الأشرار. ومبعوث العناية الإلهية. الإلهية. لتخليص البرية. البرية. ساري عسكر باشا الجنرال بونابرتا أعزه الله آمين. ياه، كل هذا يا أستاذي رستم بيك؟ وأكثر وأكثر يا عنتر. كلمات، كلمات كثيرة، ولكننا لا ندفع فيها شيئا، فلماذا التقطير؟ اكتب اكتب. أجمعت تقارير رجال المخلصين. المخلصين الساهرون على أمن وأمان البلاد. أن الشيخ القويسني رجل مشاغب، وهو الذي يؤلم العامة ويحرضهم على الثورة ضدكم. وخطورته أن صوته عند العامة مسموع، ورأيه عند الناس سريع الشيوع. الله 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 الله. أعلم يا عنتر، كل مواهب. دع الرسالة هنا وانصرف أنت. بإذنك يا أستاذي. هل عضك الجوع يا بنت الشيخ؟ عندي. تتركين الفراش الوثير والحرير، وتتركين طعامك دون أن تلمسيه، وتنامين على الأرض؟ لا شأن لك بي. طاوعيني تربحيني. لا تقترب مني، لا تقترب مني. طاوعيني تأكلين الشهد وتنعمين برغد العيش. أفضل الموت على رؤية وجهك القبيح. عنادك يزيدني إصرارا عليك. نجوم السماء أقرب إليك مني. سنرى، سنرى من منا سيكون الغالب ومن المغلوب. عندما يؤلمك الجوع ستأتين لتقبلي قدمي من أجل كسرة خبز. أموت أفضل من هذا. أمرك عجيب يا بنت الشيخ. أمرك عجيب، أمرك عجيب عجيب. يا رب زعيمي.
سيدي في حاجة للراحة الآن بعد يوم مليء بالجهد والمشقة. نعم يا فرناندو، وإن كنت أشعر أن النوم يخاصمني الليلة. ألم يصل أي بريد من باريس؟ ليس بعد يا سيدي الجنرال القائد. يبدو أن أهل باريس قد نسونا. أتقصد حكومة الديريكتوار يا سيدي الجنرال؟ هم وغيرهم. لم ترد أي رسالة منذ أن وطأت أقدامنا الأراضي المصرية، لكن جنابك أرسلت إليهم التقارير المطمئنة باحتلال القاهرة واستتباب الأمور فيها. نعم، أرسلت للحكومة وأرسلت أيضا أطمئن على بيتي، لكن آل بيتي عني مشغولون. سوف أؤتيك بكوب من اللبن الدافئ فسيساعدك على النوم يا سيدي. لا لا، بل ائتني بخمر قوية، ذلك الخمر المعتق الذي يسمونه هنا عرق البلح يا سيدي. ويوي خمر يا سيدي؟ نعم خمر. عفوا سيدي الجنرال، لكن الطبيب نصحك بالابتعاد عن الخمر لخطورته على القرحة التي في معدتك. فرناندو افعل ما أمرك به. أمر سيدي. ها نحن في قلب الشرق، القاهرة، وأصبح لنا فيها دار. أتذكرين عندما فكرت في الالتحاق بجيش الشرق وكنت غير متحمسة لتلك الخطوة؟ كنت أخشى فراقك. وها نحن لن نفترق. أتذكر تلك الجلسة ونحن على ضفة نهر السين، كانت جلسة شعرية، الليل والقمر، كان الجو باردا ولكن قلوبنا دافئة. نعم أتذكر تلك الجلسة وكل كلمة قلتها فيها، وكأنها حدثت بالأمس فقط. حدثتك عن سحر الشرق وليالي ألف ليلة وليلة، فأثار حديثي حماسك وقررت بل وصممت أن تصحبيني إلى هنا. أليس هذا دليل حبي لك؟ ها؟ لا أنكر، نعم لا أنكر، فصحبة امرأة مثلك لحملة عسكرية فيها مشقة بل فيها مخاطرة. لقد خاطرت من أجل حبيبي بولين. حبيبك؟ ماذا تقصد يا فوري؟ أقصد يعني هل ما زلت تحبينني مثلما كنت تحبينني من قبل؟ أتشك في هذا؟ وأتعذب بشكي. أتقصد أني أحب جنرال القائد؟ قولي لا يا بولين، قولي لا وأنا أصدقك فورا. دعني أسألك، ألا تحب أنت الجنرال القائد؟ أنا أحبه لأنه القائد الذي يقود جيش الجمهورية الفرنسية من نصر إلى نصر، لكن ما أعنيه بالنسبة لك مختلف. أنا يا بولين زوج محب. أتفهمين قسوة أن يسأل الزوج زوجته إن كانت ما تزال تحبه أم لا، وإن كانت إن كانت تحب غيره أم لا؟ إنه أمر شديد القسوة. يا عزيزي فوريه، أنا على وشك إقناع القائد بترقيتك ترقية استثنائية. تهربين من الإجابة على سؤالي أو تهدئة شكوكي. يا حبيبي دعك من الكلام الآن، لقد أعددت لك حماما ساخنا. لا أستطيع مقاومتك رغم أني لا تفسد هذا الوقت الجميل يا فوريه. أحبك يا بولين، أحبك. هيا إلى الحمام الساخن. دقات في غير وقتها المناسب. أمرني النقيب فرناندو يا ورا القائد العام
أن أبلغ المواطنة بولين بالتوجه إلى قصر القائد العام الآن. الآن؟ نعم الآن وفورا. الآن؟ قلت لك يا صديقي فوريه أننا نعيش في كذبة كبرى، ولكنك للأسف لم تصدقني. أنا لا أعترض، لا أعترض على قتل المماليك والتنكيل بها، ليس لدي مانع من أن أشارك في سرقة المصريين والاعتداء على أعراضهم، نعم، لكن أن يصل الاعتداء إلى عرضي أنا ولا أستطيع أن أرده، هذا كثير، هذا كثير. كفى كفى، توقف عن الصراخ، لا تنسى أننا في حالة، كل العيون توجهت ناحيتك. يجب أن يعلم الجميع أن زوجتي تحظى الآن بشرف صحبة القائد العام بونابرت. قلت كفى كفى يا بوليه، لا تؤاخذوه، لأنه سكران لا يعي ما يقول. هيا سوف تستنشق الهواء النقي، سوف تعود إلى اتزاني. اتركني يا أستاذ، اتركني يا ضباط الجمهورية الفرنسية وجنودها. تحيا مبادئ الثورة الفرنسية. وريه تحيا مبادئ الثورة الفرنسية. أتسمح لي يا سيدي جنرال بأن أسألك عما يؤرقك ويشغل بالك؟ أنت ومثيلاتك. أنا يا سيدي؟ أعني المرأة بصفة عامة. أليست المرأة هي نصف الدنيا لدى الرجال؟ نصف الدنيا عندما تخلص. دفع يا ولازم، أين قولين؟ دفع يا حسن، أين زوجتي؟ أين قولين؟ تتحرك فرناندو! سيد الجنرال، إنه الملازم فوريه، يبدو أنه سكران. أدخله يا سيدي؟ أدخله يا فرناندو. لا يا سيدي أرجوك. أدخله. أمر سيدي. بولين، الحمد لله أنك هنا في حماية الجنرال القائد العام. هل علمتك عسكريتك أيها الملازم أن تقتحم سكن القائد العام هكذا؟ إنها زوجتي، أنا أحبها يا سيدي. أرجوك لا يا سيدي، لا تؤذيه. الخوف سجن. أحبك يا بولين، أحبك، أحبك يا بولين، أحبك. سيدي جنرال عذره، فهو سكران، أفقدته الخمر رجدة، وأقسم مخلص للجيش ولسيدي جنرال القائد العام. يا لتصريف القدر، واضح أنه يحبك بجنون. أنا أيضا أحبها بجنون. فوريه، سيدي تستطيع أن تحادثه من وراء القضبان، فالأوامر عندي أن لا أفتح الباب. يكفيني هذا فوريه. أرأيت يا لوسيان، أنا هنا في السجن وهي فوريه.
لا تزد الأمر تعقيدا أكثر مما هو عليه الآن. ماذا فعلت حتى يلقى بي هنا؟ اقتحمت مسكن القائد العام. زوجتي كانت هناك. فوريه يا صديقي، في بعض الأحيان يجب أن تنسى أن مواطنة بولين زوجتك. وهل هذا هو الشرف العسكري؟ الشرف العسكري، وأين هو الشرف العسكري في كل ما فعله جيش الجمهورية الفرنسية منذ وطئت أقدامنا أرض مصر؟ فوريه، نحن لا نحس بلسع النار إذا شوت جلد غيرنا، فإذا ما اقترب لهيبها منا تعالى صراخنا. لوسيان، هل هذا هو وقت فلسفتك الحمقاء؟ إنها فعلا فلسفة حمقاء، مثل حملتنا العسكرية الحمقاء. أراك قادم إلي قريبا لتشاركني هذه الزنزانة الحقيرة. الزنزانة التي أعيش فيها في الخارج يا صديقي أشد حقارة، زنزانة الفكر المخدوع، ولكني لن أخضع ولن أنخدع. سيد الجنرال، سيد الجنرال، سيد الجنرال، ماذا وراءك؟ المدينة تغلي وتوشك وتنفجر. لما؟ من أجل محمد كريم. إلى هذا الحد؟ معظم المحلات أغلقت أبوابها احتجاجا على القبض عليه. إذن يجب أن نشكر أصحاب هذه المحلات. نشكرهم؟ نعم، لأن كل محل مغلق تفرض عليه غرامة أو يصادر فورا. أليس هذا مصدر دخل لا بأس به؟ يخيل إلي أن السطح الساكن الهادئ يخفي وراءه أمرا آخر يا جنرال، فغلق المحلات وخلو الطرقات من المارة تقريبا هو احتجاج سلبي، وأنا أشك أن الأهالي ستكتفي بهذا الاحتجاج. إذن ننقل كرايم من قلعة قايد باي إلى خارج الإسكندرية. هذه فكرة صائبة، لكن أين تقترح نقله؟ دانييل. نعم سيدي الجنرال. أبلغ أوامري إلى الجنرال ديموي بأن ينقل كرايم سرا من قلعة قايد باي تحت الحراسة المشددة، ويسلم للأدميرال بروي في تحفظ شديد، ويبقيه في سفينة القيادة لحين صدور أوامر أخرى. تمام سيدي الجنرال. أعتقد أن هذا هو خير مكان نحتجز فيه هذا الثعلب الماجر. بونسوار مسيو كريم. سبق الله العظيم، وعلى المؤمنين السلام. أراك تنعم بسكينة نفس مع أنك رهن الاعتقال. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كان يمكن أن تكون في مكان آخر. وإذا كان يمكن أن أكون في دارك. وهل جئت إلى هنا باختياري؟ اخترت أن تكون في خندق أعدائنا. وهل جئت بكم من بلادكم لتكونوا أعداءنا؟ من الذي غزا واعتدى يا باش عسكر؟ أنت رجل عنيد. لقد مد الجنرال كليبر في حبال الصبر معك، وتغاضى كثيرا عن أفعالك وتأليبك العامة علينا، وبث روح التمرد والعصيان ضدنا. كان يمكن أن يقتلك. وما زال يمكنه أن يقتلني. ألا تخاف؟ ألا تعتذر؟ أعتذر عن كوني مصريا يحب وطنه؟
لا فائدة ترجى منك ولا من النقاش معك. عموما لقد أمر الجنرال كليبر أن تنقل إلى إحدى بوارج الأسطول في أبقير. السجان يفعل بسجينه ما يشاء. حسنا، اجمع حاجاتك وبسرعة. هذا هو كل ما أحرص عليه. لا شيء غيره؟ لا شيء غيره، ولا قبله ولا بعده، ولا شيء أثمن منه في الوجود كله. ألهذا الحد تعتز بكتابكم المقدس؟ لو قرآننا الكريم. أرني. عفوا، لا مسه إلا المطهرون. توكلت على الله. القارب الأول معي، الثاني مع نوايته، أنت معك مجموعة وعوض مجموعة، المركب الأخير المعلم رزق. سنتحرك بقاربنا حول القلعة، نرمي شباكنا كأننا نصطاد. كأننا إيه؟ حتى تحين اللحظة المناسبة نتلو الشهادة وندعو الله أن يخلص سيدنا من محبسه في قلعة قايتباي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هيا يا رجال. إنها كارثة، مصيبة. خمسة جنود قتلى وتسعة جرحى، بينهم ضابطان. كيف حدث هذا؟ هاجموا القلعة أثناء تغيير الحرس. اقبضوا على الذين هاجموا القلعة وأتوني بهم فورا. وكيف يمكن أن نعثر عليهم وقد هربوا يا جنرال؟ فتشوا كل بيوت المدينة. وكيف نتعرف على القتلة من بين باقي سكان المدينة يا سيد الجنرال؟ كم عدد الذين قتلوا من رجالنا؟ خمسة. ائتوني بعشرة، عشرة من الشباب، اقبضوا عليهم وسوف أوزع منشورا على أهل المدينة. إذا لم يرسل الذين قتلوا جنودنا أنفسهم سوف أقتل رهائنهم. كانوا يظنوا هؤلاء المهاجمون أن كرايم ما زال في القلعة، ولا يعلموا أنني نقلته سرا إلى سفينة القيادة في خليج أبي قير. باه باه. الآن علمتم لماذا شكل بونابرت هذا الديوان؟ نعم، ليفعل ما يشاء باسمنا ويضرب الأهالي بأيدينا ويكنس جيوب الناس بأمرنا. هل يمكن أن نستعفي من الديوان؟ لا أظن يا شيخ دردير. كنت على حق يا شيخ سادات عندما رفضت من البداية عضوية الديوان، وكنا نحن سليم النية أكثر من اللازم. ما دام الشيخ المهدي قد أصدر الفتية بأنهم مسلمون وفي كرب، ومن فك كربتهم نال الثواب ونجا من العقاب. سامحه الله. هل أخطأنا وسيد عمر مكرم على صواب؟ مراد. نعم مراد يا خاتون. مراد.
كيف تجازف بحياتك وتأتي إلى هنا؟ ألست سيد القصر والبلاد يا خاتون؟ مراد أرجوك، أنت تعلم ما أعني. جئت لأراك يا منيتي. تجازف بحياتك لتراني. ألا تساوينا يا خاتون؟ اسمع يا مراد، هل رأك أحد؟ هل أحس بك الخدم؟ جئت من خلال السرداب الذي يوصل حتى شاطئ النيل، والخدم كلهم نيام حتى الجارية ربع. أوحشتني يا خاتون. مراد، وضمك هنا الآن خطر عليك يا مراد. خطر علي أم عليك يا خاتون؟ على كلينا، فقد دخل الفرنسيس القاهرة واستولوا عليها. أعلم، لكن ماذا فعلوا بك ومعك؟ علمت أنهم أخلوا القصر ونهبوه. باتوا ليلة واحدة وما نهب الجند إلا الفاكهة. وأنت كنت، وكيف باتوا هنا؟ وكيف أصبحت؟ نصب كبيرهم لنفسه خيمة في حديقة القصر. بونابارتا نصب خيمة في حديقتي. قضى فيها ليلة واحدة ثم انتقل إلى قصر محمد بيك الألفي في بركة الأزبكية. ولم يمضي ليله في القصر ذاته؟ نعم، فقد دخل بقواته إلى القاهرة واستولى عليها دون عنف أو مقاومة. لأن هذا البغل الجبان الرعديد شيخ البلد هرب بفرسانه ولم يطلق أي منهم طلقة واحدة ضد الفرنسيس، والأهالي استكانوا ولاذوا بدورهم كما تلوذ الجرذان في الجحور. وماذا سيفعل الأهالي العزل أمام جيش كاسح لم يقدر عليه الفرسان المدربون والمسلحون؟ أتعرضين بي يا خاتون وتعيرينني بانسحابي هذا؟ أنا لا أعرض بك يا مراد ولا أعيرك، بل بالعكس أنا فخورة بك لأنك واجهت وحاربت. وإن كنت انهزمت؟ لا يا خاتون، لا، أنا لم أنهزم ولن أنهزم. لقد واجهت وحدي وبفرسان الفرنسيس مرتين، وفي المرتين انكسرت. نعم انكسرت، لكني أعد لهم وأحشد وأنظم صفوف فرساني، ولكنها لم تنتهي بيني وبين هذا البونابرتا، ولم تنتهي إلا بخروجهم مهزومين بإذن الله. الحمد لله. أتشك يا مراد في رغبتي الحارقة في أن تنزاح غمة هؤلاء الفرنسيس؟ سأفعل وأعود حاكما على البلاد وأصبح السلطان مراد، وستكونين معي وبجواري السلطانة خاتون، وتلدين لي البنين والبنات ليدوم حكم عائلة مراد على هذه البلاد. مراد، ليس هذا وقت الأحلام؟ أما قلت إنك جئت لتراني؟
وخاطرت بحياتك من أجلي؟ نعم يا خاتون، نعم، لكن طلبت منك مصاحبتي فأبيت يا امرأة. اخفض صوتك يا مراد وأعطيني الفرصة لأهدي أثائرتك. إقامتك هنا يجب ألا تطول. سأجهز لك العشاء. لا وقت للعشاء يا خاتون. يا له من خبر! هل أستحق مكافأة يا رستم بيك؟ طبعاً طبعاً تستحق مكافأة كبيرة، ولكن انصرف الآن فلدي الكثير من جلائل الأعمال. هيا. كم ستعطيني يا بونابرت ثمنا لهذا الصيد الثمين؟